دكتور عماد، الانتفاخ القدمين نعم. مشكل الدورة الدموية من جهة الوقوف بكثرة أو الجلوس بكثرة حتى هو كيسبب هذا الشيء، ومن جهة واحدة أخرى ارتفاع درجة الحرارة وشوية ديال التعب. فشنو هي الأعشاب اللي كتنصح بها المستمعات واللي غادي فعلا تنفعهم بزاف في هذه الوقيته هذه باش السيدات تعاود تسترخي شويه وتعاود تكتسب شويه الحيويه مع راسها ان شاء الله؟ نعم بالفعل. فاولا بعد من الاسباب اللي كيعطينا هذه المشكله ديال العياء هو اولا النوع ديال الاحذيه اللي كنلبسوا في رجلينا، لان خاصها تكون ضروري واحد الاحذيه اللي كتكون فيها واحد القومه اللي كترد لنا داك الثقل، يعني ملي كنلبسوها كنحسوا بواحد الراحه فاش كنديروها. اما اذا كانت واحد الاحذيه مثلا بلا يعني حاضره بزاف، ولا واحد الاحذيه اللي كتكون رقيقه، فهنا خاصه الانسان اللي كان عنده واحد شويه ديال الوزن زايد فكيمكن له ياثر عليه وكيمكن له يعطيه هذا المشكل هذا. ثانيا المشكل ديال الحركه، يعني الانسان مثلا كاع السيده الا شقات مثلا تشقى واحد شويه وترتاح على الاقل واحد خمسه ديال الدقائق وعاوتاني تعاود تكمل باش ما تبقاش واقفه بزاف. اذا الوصفات اللي يمكننا نستعملوا شنو هما الوصفات؟ كنخصنا وصفات اللي غادي يحاولوا يحسنوا لنا الدوره الدمويه، يعني الدوره الدمويه تولي تجري بواحد الطريقه طبيعيه. ثانيا وصفات اللي غادي يعطيونا واحد الارتخاء لذوك العضلات ديال الارجل باش نبقاو كنحسوا بواحد الراحه. ثالثا خصنا وصفات اللي كذلك كيحسنوا لينا حتى الطريقه ديال التنفس ديال المسامات ديال هذيك البشره ديالنا، ما كتبقاش مزموته ولا ما كتبقاش كما كنقولوا مطنبه. اذا الوصفه الاولى اللي كنقترح كناخذوا فيها الخزامه وكناخذوا فيها الفرشي مطحون. اذا الخزامه معلقه كبيره، الفرشي مطحون جوج معالق كبار، كنغليوهم في نص لتر ديال الماء حتى كيغلاو مزيان. من بعد كنحطوهم في واحد السطل، كنزيدو عليهم شويه ديال الماء الدرجه اللي غنستحملوا ديك درجه الحراره، وكنديروا فيها الارجل ديالنا، يعني كنديروا فيها رجلينا وكنخليوها حتى كتبرد. هاد العمليه كيمكننا نديروها نهاريه ونهار لا، وكنداوموا عليها فهي كتعطينا واحد الشعور بالارتياح. الوصفه الثانيه كناخذوا فيها الزعتر وكناخذوا فيها الكاليبتوس. اذا الزعتر اللي كناخذوا معلقه كبيره، الكاليبتوس معلقه كبيره ونص، كنزيدوا لها كذلك نص سترو ديال الماء وكنخليوها تغلي مزيان. ملي كتغلي نفس العمليه كنديروها في واحد السطل، كنزيدوا عليها شويه الماء الدرجه اللي غنستحملوا هذيك السخونيه، كنخليو فيها رجلينا. ومن بعد ملي كيبرد كنحيدوا، العمليه كذلك كنديروا نهاريه ونهار لا. يعني السيده واخا تخلي مثلا رجليها في ديك الحمام المدافي حتى نص ساعه ماشي مشكل. اذا والوصفه الاخيره اللي كنقترح اننا ناخذوا فيها الورد مطحون والبابونج. اذا الورد مطحون اللي كناخذوا فيه جوج معالق كبار ومعلقه كبيره ديال البابونج. نعم. اذا الوصفه الثالثه الورد مطحون جوج معالق كبار، البابونج معلقه كبيره، كنغليو في نص لتر ديال الماء حتى كيغلى مزيان. من بعد كنديروا في واحد السطل، كنزيدوا عليه شويه ديال الماء الدرجه اللي غنستحملوا ديك درجه الحراره، و كنديروها نهاريه ونهار لا وكنداوموا عليها. نعم. اذا هاد ثلاثه الوصفات اي وحده فيهم يمكننا نستعملوها وغادي تساعد لا على داك الانتفاخ اللي كيكون في الرجل، الا ما كانش الانسان كيعاني كذلك من مشكل عضوي، لان الا كان المشكل ديال الكلاوي مثلا او الضغط مرتفع فهذه مساله اخرى. ولكن الا كان غير عياء بسيط وان الرجل منتفخين فهما كما كنقولوا كيتفشوا. كذلك العياء اللي كيكون عندنا في القدمين كنحسوا بداك الحريق السخونيه، فهذه كلها ان شاء الله غادي تفوت باذن الله. باذن الله. شكرا. عطاك خويا عماد بغيت نسولك على واحد الولد عندي عنده سنين ونص. ضعيف بزاف. وعلى ديك زيت الارض اللي كنتي قلتي بغيت عافاك نستعملها ليه، وقول لي اش من بلاصه زعما فين غادي نشريها. كنت شريت وحده صغيوره ب 260، ما عرفتش واش نيت هي صحيحه ولا ما صحيحاش. فاختي زيت الارز خصك تشوف غير تكون البلاصه اللي غتاخذيها منها تكون واش ماشي معشابه كما كنقولوا موثقه ولا صيدليه. غير هو ملي تبغي تاخذيها قول لهم واش زيت الارز كنستعملوها كيمكن لها تشرب ولا ما كيمكنلهاش تشرب، هذا هو المشكل فين كاين. اذا غير تكون والاستعمال ديالها عطاك اخويا. واخا الا كانت عندنا الروح ديال زيت الارز، اذا الروح ديال زيت الارز كنديروا 10 ديال النقيطات في معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. اذا كانت عندنا الروح، هاد الشيء بعض الحالات كنلقاو غير الروح. اذا الروح ديال زيت الارز كناخذوا 10 ديال النقيطات. 10 ديال النقيطات. وإلا كانت عاديه
10 نقيطات كديريها في معلقه ديال زيت العود كبيره، وغادي تقسميها ليه على جوج، غتعطيه في الصباح النص ديال ديك المعلقه الكبيره، وفي الليل غتكملي ليه النص اللي بقى. بالنسبه الا كانت عندك زيت الارز، الزيت ماشي الروح ديال الارز، اذا الزيت ديال الارز كتعطيه معلقه صغيره، كتعطيه نص معلقه صغيره في الصباح ونص معلقه صغيره في الليل، وكتداومي عليها مده ديال 3 شهور. قبل الاكل ولا مورا الاكل؟ حتى ياكل بالطبع، حتى ياكل، وإلا ما قدرش ياكلها خلطها مع شويه ديال العسل. اي ياكل عاد عطيها ليه، ولا ما قدرش ياكلها تخلطها مع شويه ديال العسل باش تدوز ليه. شكرا اخويا. عافاك. واحد عندي واحد السؤال اخر. الوالد ديالي عنده الكزيما نشف اليدين. كزيما، واخا خليك في الاستماع، غادي نفيدك ان شاء الله بهذه الوصفه هذه. شو الدكتور عماد، عندي واحد زيوته. عندي واحد زيوته، عندي زيت بذره العنب، وعندي زيت هذه للويفيرا، وكيفاش غنستعملهم عندي في الدار وما عارفاش نستعملهم. واخا، اذا الزيت ديال بذور العنب غادي تستعمليها البشره ديالك. ياك الزيت بذور العنب كترجع لنا ديك المرونه ديال البشره اللي ما كتبقاش، يعني البشره كتكون مرخيه كتعاود كتجمع وكتعطيها الحيويه مزيانه. الزيت ديال الويفيرا يمكن لك تستعمليها الشعر ديالك، عندها فائده كبيره على الشعر. اذا غادي تاخذي تقريبا واحد جوج معالق كبار منها ديال زيت الويفيرا، وغادي تديري واحد 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون، تخلطيهم مزيان، وغادي تشقي بهم شعرك، يعني تدهني بهم الجلده ديال شعرك، وشعرك تخليهم مده ديال ساعه وتغسليهم، والعمليه غديريها جوج المرات في الاسبوع وتداومي عليها واحد الشهرين، فان شاء الله غادي تعطيك نتيجه للشعر ديالك. معايا جوج معالق ديال الويفيرا، وجوج معالق لا 3 ديال زيت الزيتون، وجوج معالق كبار ديال زيت الويفيرا، وثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وتخلطيهم. وغادهني بهم الجلده ديال شعرك، وشعرك تخليهم مده ديال ساعه وغتغسليهم، وداومي عليها واحد جوج مرات في السيمانه، ويعني على الاقل استعملها واحد الشهرين فغتعطيك نتيجه ان شاء الله. وعندي واحد السؤال اخر، اخر سؤال. يلا مرحبا. درت لك الخميره. وسميتها الخميره والمح. وهذاك هذاك الزعفران درتو في هذيك المعالقه تاع زيت العود، ولكن زيت الزيتون، ولكن ما طلقاتش ليا. كيفاش ما فهمتش؟ علاش صوبتي؟ شنو كنتي باغا تصوبي؟ هدى انقطع الخط، عقلتي على هذه الوصفه؟ يعني انا فهمت دابا، فهمت. واش كنت باغا تحصل على شي زيت، ولا تتخلص شي زيت، ولا شنو كان؟ لا كانت بغات دير ماسك للوجه ديالها، كان واقيله حيت الوصفه ديال البيض، البيض ودارت فيها الخميره، مي البيض حنا ما عمرنا عطينا البيض مع الخميره، مي انا عرفت هذه الوصفه هذه كيديروا فيها الخميره والبيض. نعم. وقالت لك الزعفران الحر، ومنين درتو في زيت الزيتون ما طلقش، فكنقول لك انا الا درتي دفيتي زيت الزيتون ونحتي في هذوك الجوج ولا ثلاثه الشعيرات ديال الزعفران الحر وما طلقش الزعفران الحر، لا اللون ولا الريحه، فمع الاسف هذاك الزعفران الحر راه ماشي زعفران حر، راه شي حاجه اخرى. اذا لان الزعفران الحر ديك ماده الصفخاني اللي كاينه في الزعفران الحر راه مباشره كندفيو شويه الزيت وكنلوحوها، فديك الصفخاني كتذوب في الزيت، اذا مباشره كنحطوها كنخليوها غير واحد ربع ساعه ولا غير 10 ديال الدقائق كنوليو كنلقاو اللون كيتبدل ديال الزيت، وكذلك ديك الريحه ديال الزعفران الحر كنوليو كنشموها في الزيت. فهنا هذا الزعفران الحر هذا ماشي حر، ترجع عند السيد تقول له ديال الزعفران ماشي هو هذاك. نعم. ديال الخزامه. مرحبا، يلا انا نسمع هذه الوصفه. كان عندي المغروفه ديال الخزامه مخلطه بالعصعار. اييه. كنعملها في واحد الكاس ديال المطايب. اييه. ما كنطبخهاش هي، كنعملها في ديك الكاس المطايب. اها. وديك الساعه نصفيها ونعمل فيها واحد المغيره ديال الماء البصل. اييه. ونشربها. الماء البصل وكتشربيها؟ اه. واخا شحال كتشربي تقريبا في شحال؟ يعني واحد الكاس صغير اتاي وكل نهار مده 7 ايام. وهذه الوصفه علاش هذه زعما؟ بغينا نفهموا علاش. علاش كتستعمليها؟ علاش كتبغي تستعمل هذه الوصفه هذه؟ حاجه كنحرك بوله. هكاك. فكتعرفي اختي بان الا كثرتي في هذه الخزامه دابا شنو درتي؟ مغرفه صغيره ولا كبيره؟ يعني معلقه. مغرفه صغيره. معلقه صغيره، واخا. اذا معلقه صغيره زائد العرعار. هادو بجوج الا خلطتيهم شنو كيوقع لك؟ الدوره الدمويه ديالك كتزيد تسرع بواحد الطريقه كبيره. اذا هاد الوصفه هادي مثلا الناس اللي عندهم الطونسيون مباشره غيشربوها، مباشره غادي يولي عندهم تصفر في الودنين وغيبداو يحسوا بحال الكوكوط كدور بهم. اذا النصيحه اللي كنصحك اختي فهاد الوصفه ما عندها حتى شي علاقه بالحريق ديال المبوله، ياك؟ الخزامه. حريق ماشي حريق المبوله، اسمح لي، حريق المبوله.
هي راه فهمتك فهمنا فهمنا حنا راه فهمنا فهمت المقصود يعني حتى عفوا انا نشرحها لك بطريقه اخرى بالنسبه للاخوات اللي كيسمعوا باش كلشي يفهم هادو التعفنات اللي كتكون في المسالك البوليه راه التعفنات ديال المسالك البوليه يعني ملي كيكون عندنا الحريق في المسالك البوليه ديالنا راه خصنا نداويهم بالدواء اللي كيقتل لنا الميكروب الخزامه راني عاد هضرت على هاد الامور الخزامه راه ما كتقتلش الميكروب كتقتل غير مطهر كما كنقولوا الخزامه شنو يمكن نديروا بها هي نطبخوها ونتوضاو بها ماشي مشكل ولكن باش اما باش ناخذوها ونشربوها مع العرعار فهنايا كنضروا بالكلاوي ديالنا لان العرعار صعيب شويه على الكلاوي لان كيعطينا بحال داك الحجر في الكلاوي وكذلك وكذلك الا خلطنا الخزامه مع العرعار فعندها واحد المضره على الكبده ديالنا زائد انك شنو كديري كتزيدي عليهم الماء ديال البصله اذا هنا غادي يولي عندك مشكل ديال المعده اذا النصيحه اللي كنصحك خوك عماد غادي تشوفي الطبيب غيعطيك الدواء غادي تشربيه ان شاء الله والامور غادي تكون بخير صافي الخزامه الا بغيتي تستعمليها بقيتي توضي بها او تغسلي بها ماشي مشكل